إلينا من حيفا السيد أمير مخول الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد أمير. يعني بداية، مظاهرات بأعداد قياسية نشاهدها في إسرائيل لا تنتهي، تقودنا للتساؤل حول مصير حكومة نتنياهو ومصير نتنياهو نفسه السياسي. يعني من الواضح أنه مع الزخم، يعني منح الزخم المتصاعد في المظاهرات شعبيا ومستوى الصدمات ومستوى تعطيل الحياة العامة في إسرائيل، إضافة للأزمة الاقتصادية، إضافة للأزمة السياسية العامة، هناك اقتراب يعني من نقطة الحسم كما يبدو. ونقطة الحسم لا يمكن أن تكون إلا إذا تراجع نتنياهو. إذا تراجع نتنياهو أمام هذه الهبة قد يفقد حكومته، ائتلافه الحاكم، وإذا لم يتراجع قد يفقد أيضا ائتلافه الحاكم، لأنه سيكون هناك غليان في داخل، حتى في داخل حزبه، في داخل الليكود. البعض يرى بأنه اليوم الداخل الإسرائيلي أقرب ما يكون للدخول في حرب أهلية، هل بالفعل ترى المشهد على وقع حرب أهلية؟ لا، أنا لست من رواد هذه الفكرة ولا هذا التحليل. أعتقد أن إسرائيل متماسكة رغم كل شيء كدولة أكثر مما نتوقع، وهناك إجماع على تماسكها حتى من ضمن المعارضة وضمن الائتلاف. يعني لا يوجد خلاف على يعني أن إسرائيل تبقى. هناك وعي يهودي إسرائيلي أنه إذا إسرائيل لم يعني زالت كدولة هذه، او ضعفت كدوله او تحطمت كدوله، هذه ماساه يعني بمفهوم التاريخي تبع الوجود او الوجودي تبع هذه الدوله. فهناك استبعد هذه الفكره. انا قد تكون هناك يعني مواجهات عنيفه، قد وهناك تصعيد في العنف عمليا، وقد تنزل ايضا ميليشيات بن كبير وسموتريش الى الشارع وتكون اعنف، وقد تمارس اغتيالات سياسيه وما الى ذلك، وقد يعني يحصل وضع معاكس أن الشرطة لا تستجيب إلى أوامر بن كبير، وهذا هناك توتر كبير بين الطرفين، بين الجهاز الشرطة والوزير المسؤول عنها، لأنه يعمل حسب أهوائه، ليس حسب لا يعني تفكير عقلاني، ولا فقط يريد أن يطبق غرائزه اللي بسميها عقيدة. هناك وضع أنا برأيي مستبعد موضوع الحرب الأهلية، لكن ممكن نرى هناك أكثر عنف، أكثر مواجهات، أكثر يعني الحيز العام يكون معطل تماما إلى حد معين، لكن هذا لا يصل إلى مفهوم حرب الأهلية بالمفهوم التقليدي، وإنما أكثر ممكن تكون اضطرابات. على الرغم من أنه سيد أمير أكثر من مسؤول إسرائيلي من بينهم بني غانتس حذر بأنه هناك حرب أهلية قادمة، وهذا يقودنا إلى التساؤل، يعني ما حقيقة هذه الصراعات وهذه المظاهرات؟ هل بمفهومها الذي يصل لنا فعلا احتجاج على التعديلات القضائية، أم أن هناك ما هو أعمق يدعو إلى هذا التفكك ربما وهذا الانقسام الكبير الحاصل؟ يعني هذا وذاك في الفعلين مع بعض. يعني هناك تحول في النخب الإسرائيلية، تحول كبير جدا باتجاه اليمين الفاشي واتجاه اليمين الاستيطاني، الغلاة المستوطنين التي هي في طبيعتها تنظيمات إرهابية، واليوم تسيطر على الحكم. هذا يعني هدفها ليس الجهاز القضائي هذه التنظيمات، يعني الصهيونية الدينية أو سموتريتش أو بن كبير، عقيدتهم لا يعني هدفهم ليس الجهاز القضائي. الجهاز القضائي وسيلة لتسهيل مشاريع أبعد مدى. يعني بالنسبة لسموتريتش مثلا، أهم بالنسبة له السيطرة على الإدارة المدنية ما يسمى، من أجل شرعنة وقوننة المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإرهابية على حسب. طيب ولا يشغله رأي عام. سيد أمير، رأي عام كل هذا يجري بينما تغلي الضفة الغربية على وقع استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين، زيادة عدد المستوطنات، وبالتالي هل من أي تأثير لهذه الأحداث الداخلية أو في الداخل الإسرائيلي على أوضاع الفلسطينيين وأوضاع الضفة؟ طبعا يعني هناك اجماع اولا اسرائيلي قومي صهيوني من المعارضه ومن الائتلاف في معاداه حقوق الشعب الفلسطيني. قبل اسبوع راينا كيف مر قانون سحب الجنسيه من الاسرى، وهو قانون يسري يتم توسيعه كما يبدو لمجموعات اخرى سكانيه في القدس وفي المدن القريبه من الخط الاخضر.
وهذا القانون تم بتمرير إجماع كامل من المعارضة والائتلاف الحكومي. فالحكومة إسرائيل اليوم تعتقد، يعني هناك إجماع أن إسرائيل أكثر أضعف استراتيجيا اليوم في القضايا العامة، في القضايا الدولية، في قضيتها مع إيران، في قضيتها مع إقليميا وعلاقتها مع الأمريكان ومع اليهود العالم، لكنها أكثر شراسة في جبهتها أو فيما تعتبره ساحتها الخلفية. الفلسطينيين، يعني الفلسطينيون في مناطق جيم، في ما يسمى مناطق جيم في الضفة، 48 بالذات منطقة الجنوب للنقب والمدن الساحلية، وأيضا الأسرى. فهناك تحاول أن تسعى إلى إعمال بطشها. لا يوجد روادع أمام هذه الحكومة، لا يوجد أيضا موقف واحد في هذه الحكومة. يعني نرى أن المؤسسة الأمنية أحيانا تدخل في صراع أو توتر مع مخططات سموتريتش أو بن كبير من منطلق استراتيجي وليس من منطلق تكتيكي طبعا، لكن الأمور لم تحسم بعد في هذا المساق. لكن في هناك نوع من أكثر صوت عالي من المؤسسة الأمنية، من الشباك، من موساد، من جنرالات سابقين وحاليين، ومن الجيش، ومن رفض الخدمة العسكرية، وهذه لها أثرها في المجتمع الإسرائيلي مهما كان، لأنه هذه قضايا تمس بالأمن القومي الحيوي الإسرائيلي. ولا يستطيع لا بن كفير ولا سموتريتش، بالعكس العمليات التي كانت في مؤخرا والعمليات اللي كانت في القدس، العمليات الفلسطينية، أثرت على يعني مصداقية أو صدقية بن كفير وسموتريتش أمام جمهورهم هم. يعني يوم قبل 3 أيام كان هناك مظاهرة لما يسمى التنظيم الإرهابي فتيان الاحتلال، اللي هو في يعمل في الضفة في استيلاء على الأراضي وعلى البيوت وتطهير عرقي، وهو اللي حرق حوارة بحماية الجيش. كانت مظاهرة ضد سموتريتش وبن كفير تحت عنوان فشلتم في توفير الأمن والأمان الذي وعدتم به. أعتقد هذه الحكومة متوترة جداً. قد يكون هناك مناحي أخرى، قد يسعى نتنياهو إلى استبدال حزبي الصهيونية الدينية بجانس، بني جانس، إذا نجح في ذلك، لكن هذا لا يزال مستبعد حاليا. كما يبدو لا بديل أمام نتنياهو اليوم إلا التراجع، لأنه حزبه بدأ يغلي. الغليان في داخل الليكود مهم، وفي الأمس كانت أحد أهم الخطابات التي ذكرت التي نجحت، التي قيلت، هو خطاب ليمور لبنات التي كانت وزيرة قيادية في الليكود، ومن يعني من صميم الليكود وعقيدة جابوتنسكي وما إلى ذلك، التي هاجمت الحكومة واتهمتها بالخيانة الصهيونية بمفهومها طبعا. شكرا لك سيد أمير مخول، الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من حيفا، شكرا جزيلا لك.